وصباح النور البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وسانك سانك كما العاده. اليوم مع فيديو جديد. المهم هذا هو حالنا، حاشاكم احمد كيلوح لابوبيل. انا عاد كندير ليكرون ديالي في الطريق، عاد مش حال من حاجه كنصوبها في الطريق، حيت اليوم واخا نهار الحد عندنا ما يدار. عندي اليوم نورمالمون الميناج الكبير في الصالون. هاد هي التليفون، شوفوا على حالك. اليوم نورمالمون عندي الميناج الكبير البنات في الصالون، وضروري كي خصني نمشي بكري. دابا هادي راه 8 غادي نمشي، حيت 8 ونص كيجيو، كتجي فام دو ميناج، كيجيو البنات باش كل وحده كتنقي الشاريو ديالها بلاصتها الخدمه. المهم الحد كل حد كيكون عندي ميناج كبير، دونك كل حد ما كنفيقش مع الطلا. مع الطلا هي 9 و9 ونص، انا ما كنفيقش كاع مع الطلا. ناري حمد على حبوبه، شوف شوف عرفتي شنو. دابا هاد البلاصه كامله فيها الحريق كضرني. ايوا هادشي اللي كاين البنات. نتوما كي دايرين اختي؟ قولي لي في لي كومونتير كي كتصبحي نهار الحد. كونوا كي كتصبحي سالية مع راسك، سعداتك اختي سعداتك. ايوا واش غنقول لكم، شو قلت لك الصباح فايق؟ لا قلت لك فايق، قلت لي ويلي فايقه بكري. شنو قلت لك؟ فياق بكري بالذهب مشري. قال لي لا سيري شري غاتي. بغيتش نشري الذهب، قتلني بالضحك. غدا عاوتاني نبداو المعمعة ديال الفياق. غدا عاوتاني صافي سالينا العطلة. ماشي ما خليتكش حبيبة ترتاح. والله أنا راك عارف أنك كنبغي نكون في الميناج الكبير، كنبغي نكون في الميناج حيت كنبقى نجبد أروكينينغ. والله العظيم من نهار طرطق لاكليم السطح وما كاين الاصلاحات في ديك العماره ديال لاكليم، دونك ما نقولش لكم كيفاش كيوليو الدروج وكيفاش كتولي الحاله ديال هذيك العماره. عرفتي راه تقهرنا، راه ما يمكنش السياق ما كيبان عليه، الجميع ما كيبان. انا ما سمحت كنقول لا ياك شويه، وكان شويه شويه سمحت كنقول. هو المهم صافي خليونا احمد الصباح كيصبح طالع عليه الدم، ما كيبغيش الصداع ودغوات، وانا راني غنبقى نهضر نهضر ما غنسكتش. ايوا نتلاقاو في الصالون. I felt the weight of it all come down. A breeze from the deafening sound. But you were there, holding my hand. The way المهم احمد مبغاش يجي يتغدا، قال لي مبغيتش، عندي خدمة. عندو الخدمة وانا غادي نمشي تشوف الشهيوه اللي عزيزة عليا. المهم الاغلبية يكون عارفة شنو هي، مثال الدار نوريها ليكم. وغندوز بعدا على سلمى حيت كان عندها الكوغ اليوم ديال الماسك، تعطلت عليها ما عندي ما عنديش غندير. غيطلع لي احمد الطوموبيل حيت طوموبيلته ما كنقدرش نطلعها في الكراج هنايا، كتجينا صعيبة بزاف، فغادي يطلعها ليا. عاد غادي نمشي ندي سلمى وندوز على إلهام اختي، نمشيو نتغداو نرجعهم لدارهم ونرجع للصالون نخدم تيعاود ثاني. يلا نتلاقاو. والمهم البنات نورمالمون الصراحة كنت عوالة غندوز على إلهام اختي، فاش عيطت لها دابا قالت لي راني مشيت مشات عندي للدار، دونك دابا غنمشي نيشا لداري نتغدا نشوف بنياتي نتغدا مجموعين. ايوا وعاد ديك الساعة نرجع عاوتاني، راكم عارفين دابا غدا ان شاء الله المدرسة والروتين عاوتاني اللي غيرجع لينا. ف ولا بدا خصني نرجع للصالون. تبارك الله اليوم الحد كتكون الخدمة اصلا. هدا الطريق للدار حتى لقيت راسي انني قربت
ونسيت سلمى بنتي. دابا غادي نعاود نرجع باش نجيب سلمى بنتي. المهم اش غنديروا؟ هذه هي ديال الزباب تعطل. ايوا جيت عند سلمى نورمالمون هادشي صراحه كيوقع بالستريس، كتبقاي ناويه خصني دغيا خصني هادي. عندي كليانه ديال الصوان، صايبت لواحد الكليانه انا صوان د فيزاج هاد الصباح، جايه مسكينه من الرباط، ريهام عندها صوان واحد اخر، وعندي كليانه جايه خصني نصاوب ليها الصوان، دونك خصني نمشي دغيا نتغدى ونرجع للصالون. لدرجه نسيت بنتي مسكينه في المراجعه، والله العظيم خصني نشوف فارماسيان اللي يكون فيه لاكارد باش ناخد الملك بنتي هادي في الشاشه ديالها. والله ما عرفت، ما خليتيه يكون حمد اختي. اجا حبيبه حدايا، اج نسيتوني ما تحشموش، نساو الزين نساو التبوكيز شنتوش قفيه الحال. بوسيني ماما، بوسيني الكوبي دا تسيت كاربي بتنسى كلمات بتنسينيش حشومة مرضيتش ما كنضحك معاكم. يلا نطلق الناس هبة بالحد عندي سبطار. إلهام اختي مشات لرباط وجابت لهم هاد الشي هذا من رباط. هيك إلهام زوينين هادو الجناتو، زوينين جابت لنا شنو هذا ديال جابان كونوبان. اختي قصيريه ديك قصيريه، صحه ما حصحتك ما حتك اختي ديال الجموع، هاد القصيريه ديال الجموع وديال سلام. كيف بقيتي مالك؟ مالك راه مريضه. المهم البنات ما تفهموا حتى شي حاجه، سبحان مبدل الاحوال، كنا ناشطين فرحانين، جو زوين سبحان الله وحق الله. شنو وقع؟ شنو وقع؟ اللي وقع هو ان جنة ملك مسكينه طاحت على ودنها وكتغوت، عرفتي شداتها بحال كريس كتغوت لدرجه تخلعنا وما عرفناش مالها، ما عرفتش مالها. هي كدير غير ما عرفاش انا حتى الدقه فين جاتها، كنقلب لها غير عينيها وجهها، زعما كنقلب لها وجهها وداكشي مسكينه. وهذا تاع بردات وداكشي لقينا بان الدقه جاتها هنا في هاد البلاصه هادي في الودن وفي هاد البليسه هادي اللي مورا الودن. والحمد لله عرفتي انا تخلي بقيت كنبكي. انا شوفوا انا مع بناتي سونسيبل واحد الدرجه ما كتصورش، عرفتي الا طاحت بنتي ولا شي حاجه كنبقى نبكي كنتخلع. ايوا كنا دايرين بريبيت اتاي باش شربو كويس اتاي، ما والله ما شرب داك اتاي، ما شتش الها اختي كاع فاش مشات صافي. محيده ليها الطابليت، دايره ليها بيليسيون، محيده ليها الطابليت، طلعت الفوق جبدت ليها الطابليت وعطيتو ليها غير باش تنشط ليا وتضحك ليا من لو كان حبيبه ديالي. وحق الله الا عرفتي تجيني نبكي، والله الا كتجيني نبكي على مالك، كتبقى فيا مسكينه. هادشي باش كنقول لكم بزاف البنات كتقول لك وا سميتو شنقول لك مثلا راكي خدامه اليز بخير، ولكن انتي ما عندك واحد الجانب ديال كتوحشي ولادك، كتبغي تجلسي مع ولادك، كتبغي تخشي في ولادك، بزاف ديال الحوايج. والله الا مسكينه كتقول لي انتي الا مشيتي انا بكي زعما غنبكي عليك ماما. والله الا مسكينه هادشي بكيت وبقات فيا بزاف وصافي. قلت لها غنجيب لك سوربريز، وقلت لها بان عطيتها الطابليت وعطيتها كين دابا وهذا باش نشطات ليا وضحكات ليا شي شويه. وهذا الشيء اللي كاين، كنا ضاحكين رجعنا باكين، حتى الى متخلعات شافتني كنبكي بدات كتبكي حتى هي، حتى هي سونسيبل اكثر مني، حتى هي كتبكي حتى هي قالت لي نفس الاحساس، كنتوحش وليداتنا. اي واش غديروا؟ هذه هي الدنيا، ما يمكنش الدنيا تعطيك كلشي. ومن الطبع ديال خدمتنا هو ان عندنا الخدمه ديال الايام اللي كيكونوا ولادنا جالسين، العطل هي فاش كتكون الخدمه، السبت والحد هي فاش كتكون الخدمه، دونك ما عندكش كيفاش ديري. الحمد لله زعما كنحاولوا الصيف خرجناهم جلسنا معاهم، دابا ما يمكنش ليا الصراحه. فاش عيطت لحمد قال لي بلا ما تجي غير خليك اسماء في الدار، ولكن ما يمكنش نبقى حيت كيلقى مشكل غير في لاكاس، شكون غادي يتخلص ليه؟ كيكون كيصبغ الشعر اولا الكيراتين اولا شي حاجه، ما عندوش كيفاش يدير يحط هذاك الشيء ويتخلص.
المهم حالتي حاله شي مشكل العيا هذا نتوما شفتو العيا هاد الحبوبه هادي هذا الشيء كامل لامني بهاد الحبوبه ايوا هاد الشيء اللي كاين وانا غادا للصالون وهانتوما كما شفتوا البنات المهم ما غتفهموا حتى شي حاجه صافي غير وصلت للصالون ما نكذبش عليكم وصلت الصراحه خاطري ما هوش معايا راكم عارفين صافي خليت بنتي طايحه ودينتها المهم دابا نخلي لكم التصويره هنايا التصويره صورتها غير باش وريتها للطبيبه اما كان مخي مرفوع يعني ما حيت الطريقه باش غوتات الطريقه اللي هي صافي خلعاتنا ما بقيتش عاقله على راسي نهائيا ايوا صافي هذاك الشيء اللي كاين صافي جيت كوكو شويه ماما شويه حبيبه صافي ايوا كما قلت لكم ما كملناش الخدمه هو ما باقي الضو جينا دغيا جيت عند احمد قلت ليها شنو وقع شنو وقع تمني حتى هو يعني غير سال الخدمه اللي في الدير وجينا في حالتنا لدويرتنا وكنبغي نقول لكم الله يحفظ لكم وليداتكم كوكو ويخليهم لكم يا ربي و الله يحفظهم انا يا ربي نتي يا ربي الله يحفظهم حيت الصراحه الوليدات اللي كيكونوا تبارك الله ما شاء الله عليهم اكتيف وكيلعبوا بزاف كتخافي عليهم كتخافي عليهم دابا مع ملك تبارك الله ما شاء الله غفل غفل عليك طارت دغيا تقدر دير شي كارثه ايوا الحمد لله على لطف الله الحمد لله اللي جاتها غير في الودينه ما تبقاش ليها شي بلاصه ولا هذا حيت الدقه صعيبه الصراحه وكما كتشوفوا شوفوا على بوينه هنايا عندي في هاد التيراس كتكون ولكن ما عنديش مشكل كيبقاو يلعبوا هنايا شوفوا دابا حتى هاد الخنيفيسه ديال جناتو حتى هي قال لك عزيز عليها حتى هي تخشف مالك وعزيز عليها ترسم مع مالك وعزيز عليها حتى هي تلعب وعزيز عليها كلشي برافو مالك يلا حتى اختك ترسم برافو جناتو برافو ايوا الله يحفظهم لينا والله يمتعنا بهم يا ربي وكما شفتوا غادي نخليكم في هذا لا فيديو هذا ونقول لكم تهلاو فريوسكم مع فيديو جاي ان شاء الله باي 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 باي, باي, باي.